السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بمطبخي. اليوم وصفتنا العجة، وجد هي العجة من أبسط وأسهل الوصفات وكتير طيبة، وفي كتير أنواع للعجة، بس إن شاء الله اليوم نحن اليوم بدنا نقدم عجة البقدونس، وهي من أشهرهم طبعا. إن شاء الله هلا بنقدمها بطريقة كتير سهلة وبسيطة. هلا بنروح على طريقة التحضير. بنبلش بسم الله. أنا هون عندي 6 بيضات، طبعا أنتم بتحطوا قد الكمية اللي بدكم إياها. بدي احط معاهم نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة نعناع، ونص معلقة صغيرة بهارات السبعة، ومعلقة صغيرة فلفلة حمراء او بابريكا، ونص معلقة صغيرة كمون. طبعا هاي البهارات انتو اللي بتحبوه بتحطوه، اللي ما بتحبوه بتشيلوه، ما في مشكلة. في عندي هون انا فارمي بصلتين صغار خضر، عندي هون بصلة يابسة، وجد هي العجة بتتميز لازم الخضرة تكون مفرومة كتير ناعم. أنا هاي البصلة فرمتها على محضرة الطعام، أو إذا ما هي متوفرة محضرة الطعام بتسوها بالبشارة كمان بصير. أنا فرمتها بهاي طبعا، يعني لازم تكون كتير ناعمة لأني مشان تستوي معنا البصلة، لأن هي شفتوا العجة قلية بسرعة يعني ما بدها وقت كتير. في عندي هون سنتوم، بدي احط هون معلقتين طحين، وهون شي نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهذا البيكنج باودر خياري، بس جد هو بخلي يعني العجة هيك تنفخ وبصير هيك منفوخة. بدي احط هون يعني اقل من نص معلقة صغيرة خل، جد هاي كفيلة اني تروح اي زنخة في البيض. حط الملح، هيك معلقة ملح، خلطهم مع بعضهم كتير منيح. هيك عندي تمام. هلا بدي احط البقدونس. انا هون معايرة يعني هي بقت بقدونس، بس انا البقى اللي عندي كتير كبيرة، يعني مشان احضر لكم الكمية مزبوط. انا هون تقريبا عندي شي 4 اكواب بقدونس. جد هي العجة يعني طيبة يكون بقدونسها كتير، والبقدونس لازم يكون مفروم كتير ناعم. طبعا ما بنصحكم تفرموا ابدا على محضرة الطعام، يعني هيك بنمعس معس مو طيب ابدا، افضل انه نفرموا على ايدنا. انا هون حاطه 4 اكواب وبخلط. اذا بيلزمنا بقدونس بنزيد، طلعت معنا يعني بدها بيض كمان بنرجع بنزيد بيض، ما في مشكله، بس بتصور هيك كتير تمام، يعني هلا بترجع بتفقي منها مي. شايفين هيك تمام قوامها كتير منيح، يعني هلا بترجع مثل ما قلت لكم بترجع بتفقي منها مي وبتعدل يعني مزبوط. يلا هلا بخليها بس شغلت 10 دقايق ومنبلش نقلي ان شاء الله. لا ان شاء الله بدنا نبلش بالقلي. انا حطيت هاي المقلاي، هاي المقلاي العيون هاي المخصصه للعجه، وجد هاي بحلب يعني ما في بيت ما موجوده هاي المقلاي. واذا ما متوفره هلا بفرجيكم كمان شلون نقليها بطريقه بالمقلاي العاديه، يعني ان شاء الله هلا بنسوي الطريقتين. انا هاي المقلاي هون محميتها، بدي احط هيك كل عين تقريبا شي معلقه زيت. شايفين ما بده كتير زيت. بدي احط كمان هون هيك شوية زيت. يعني بالعكس هاي المقلاية يعني ما بتاخذ زيت كتير، لاني هيك شفتوا بنقلي كل وحدة لحالها. انا حمي عندي الزيت، ببلش بالقلي ان شاء الله. ناخد هيك شي معلقة تقريبا لكل عين بنحط فيها. وهي المقلاية العادية كمان نفس الطريقة. أو إذا بدكم متوفرة مثلا هيك مشان يطلع عنا هيك على شكل قرص دائري، هذا مقطع تبع البسكويت، ممكن نحطه هيك بالزيت. ودائما كل ما بدنا نصب بدنا نحركه، لأن هيك بينزل لتحت البيض.
بننزل بقلبها. نقلبهم. هيك بس جمدة شوي بنشيل هذا القالب. نقلبهم كمان. شايفين هاي اللي بالمقلاية؟ يعني كانت المقلاية أحمى من هاي. شايفين؟ بحطه على صحن فيه محارم رأسا. شايفين شلون صارت احمرت؟ طبعا كل ما بدنا نساوي وجبة بنرجع بنخلط ونصب الوجبة اللي بعدها. هاي صحن العجة صار جاهز، ولا أطيب من هيك. جد هاي الوصفة كتير طيبة، خاصة سوى سندويشك مع لبن وصحن سلطة، ولا أطيب من هيك. شايفين هاي اللي سويناها بالقالب، وهاي اللي قليناها هيك بدون قالب، يعني لا هاي عفوا هاي. شايفين هيك بتطلع رقيقة شوي، وهاي اللي بالقالب العجة يعني البيض تبع العيون. فرجيكم قلبها من جوا كمان. شايفين ما شاء الله جد روعة. هذا هو. بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى طبعا اذا عجبكم ما تنسونا من لايك، وبتشتركوا بقناتي اذا ما انكم مشتركين، واذا حبيتوا تتابعوني كمان على الفيسبوك وعلى الانستغرام، انا بحط لكم كمان روابط بصندوق الوصف. واهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.